يبدو أن الغرب ولا سيما واشنطن باتوا مضطرين لتغيير موقفهم من الحرب الدائرة في غزة. هذا ما أشارت إليه مجلة ذا نيشن الأمريكية من خلال تقرير لها، أكد أن العالم كان لا يهتم لكل مآسي الفلسطينيين منذ عشرات السنين، ولا للحصار الذي تعاني منه غزة منذ 17 عاماً، ولا لآلاف الأطنان التي رمى بها الاحتلال على رؤوس المدنيين منذ السابع من الشهر الحالي. التقرير أضاف أن معظم قادات دول العالم كانت متواطئة مع الاحتلال وعباراته التي كان يحرض بها ضد الفلسطينيين وخطته حول تهجير أهالي غزة نحو صحراء النقب أو سيناء مصر ومسح غزة من على الخارطة، ناهيك عن الترويج للإبادة الجماعية وكأنها أمر طبيعي، وهي سياسة لم يبدي السياسيون والمشاهير الغربيون موافقتهم عليها فحسب، بل أغدقوا الدعم الكامل لمساعدة الاحتلال في تحقيق هذا المأرب. المجلة أشارت أيضا إلى بايدن وجمعه مليارات الدولارات من الكونغرس الأمريكي لتخصيصها في مشروع الاحتلال الإبادة الجماعية في غزة، واليوم تتغير هذه السياسة بشكل لافت من إبادة القطاع ومسحه من الخارطة إلى وجوب إنهاء الحرب والتفاوض ووقف إطلاق النار والتوصل لتسوية تضع حداً لإراقة المزيد من الدماء. شخصيات إعلامية معروفة ومحللون سياسيون فسروا تغير الخطاب الغربي بتورط إسرائيل وهزيمتها في غزة ووقوعها في مستنقع قد لا تستطيع الخروج منه، مؤكدين أن القصف غير المسبوق والذي وصل لإلقاء أكثر من 30 طناً من المتفجرات على كل كيلومتر مربع من غزة لم يسمح لها بالتقدم شبراً واحداً أو بالحصول على محتجز واحد من يد المقاومة، ولم يوقف الصواريخ العابرة إلى مستوطنات الاحتلال.